خرج أبناء أهالي قرمة بني سعيد مطالبة بحقوقهم المبذولة، خرجوا الأبناء بمطالبة المستشفى. المستشفى قرر المحافظ 100 سرير وقلصوهن صار 50 والنوب صار 20 وصار 20 حوالين على مدير الصحة. واليوم كان بس وعود، وجينا قبل فترة وحكينا وطالبنا وقلنا وطونا كتاب وطلع كذب وكله تزوير. فاحنا اليوم خيمنا وجايين وكل احنا أول مرة مريض، ومسافة قرمة بني سعيد بعيدة 30 كيلو عن المركز، مسافة بعيدة كلش، ونفتقد خدمات. عندنا فقط مركز صحي اللي هم يطبون بيه 10 نفرات يقبض، ما بي لا أدوية لا علاج، كل شيء ماكو. سيارة إسعاف ماكو عطلانة، فقط كل شيء ما عندنا. احنا اليوم جايين خيمنا وباقين، إذا ماكو موافقة ما نرجع منها. اليوم وباكر وعقبه لمدة أسبوع وأكثر. قال دافع الله يدعى الرجال الهجره والمال حق والله العظيم والله ما احنا ما شايفين متظاهري قرمة بن سعيد يطالبون بإنشاء مستشفى قاموا بغلق ديوان المحافظة